في البداية لا تسوقين بسيارة كشخة، لأنك لازم راح تاكلين رصيف، ممكن شجرة، بس إن شاء الله مو بأوادم. ففي البداية أخذي لك أي سيارة مصقعتها الدنيا، كفخ فيها حتى لو المكيف ما يشتغل ما يخالف، كله عشان السواقة يهون، بعدين بتتدلعين. بس في البداية خليك على سيارة طايح الظهر، تعلمي عليها شوي شوي راح تنطلقين. طبعا تجي رقعة القلب شيء طبيعي، رقعة القلب هذه هي اللي تعلمك، إذا ما في رقعة قلب يعني ما في إحساس ولا ضمير، راح تمشين تكفخين، لازم يرقع قلبك، إذا رقع قلبك أنت ماشية صح.